اهلا بحضرتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونعرف منها او نسالها سؤال الحلقه. بتعملي اللي بيريحك يا هاله ولا بتفكري في كلام الناس؟ صباح الفل يا فسنت، صباح الفل يا خير، صباح الخير على كل اللي بيشوفونا. هو زي ما انتوا قلتوا لازم يبقى في نوع من انواع التوازن ما بين اللي انا عايزاه والبيئه المحيطه، لان زي ما شاذلي قال المجتمع بقى فيري دايفيرس او في تنوع، فعلى حسب انا في المدينه او حتى المدينه بقى برضو على حسب المكان اللي انا عايشه فيه او بتعامل فيه. ولكن انا شايفه برضو انه يعني ده رايي الشخصي، احيانا الستات تحديدا بتتعرض لانواع الانتقادات، فلا انا بوجه رسالتي دلوقتي انه الست احيانا مثلا لما تكبر يقول لها انت لسه تتجوزي، ده انت ولادك كبروا خلاص، لسه عايزه تتجوزي تاني، لسه عايزه تعملي دراسات عليا، لسه عايزه تسافري. طب إيه لو انا كبرت، او لو اي راجل او ست حاسس ان هو عايز يعمل حاجه ما بيضرش حد ما بيأذيش حد، ف لا هنا يعملها. بقى برافو عليكي، حلوه قوي المثال يعملها. اللي انت اديته لنا ده بس عايز يعمل ماجستير او دكتوراه وعنده 70 سنه، هيقولوا له بعد ما شاب ودوك كتب؟ لا بالعكس، يعني عايز يدرس. هنا اعمل اللي يريحك، اكيد اعمل اللي يريحك، عايز ده مفيد ليه وللمجتمع. عايز احيانا بيبقى ساعات يعني في نوع من انواع القسوه من المحيطين، لا ايه ده انت كبرت، لا ده خلاص بقى ده انت هتطلع معاش. ف طالما الانسان حابب الحياه وبيعمل حاجه ما بيأذيش حد ما بيضرش حد، صحيح. في اللبس، في التصرفات، في المواهب، في الحياه ما فيش اي مشكله. يعني هديك مثال صغير، مثلا انا شفت الفنانه ليلى عز العرب وسمعت انترفيو ليها ان هي بدات التمثيل وهي كبيره، هي ما كانتش قبل كده بتمثل وهي شابه، بس بدات لقت عندها الموهبه بعد ما كانت كبرت وابتدت موهبه التمثيل. انا كنت شايف ان دي حاجه جميله يعني، ونجحت جدا حقيقة. ونجحت جدا بالعكس، ده يمكن حققت نجاحها في الفتره دي، في بعد ما كانت نضجت بشكل عام في الحياه. فانا حقيقة. شايفه انه الواحد يعمل اللي هو عايزه طالما ما بيأذيش حد، طالما بيراعي ربنا وبيراعي ضميره وبيراعي المجتمع او البيئه اللي هو فيه، ما فيهاش اي مشكله. طب طمنينا بقى على احوال الطقس والمرور. اتفضلي. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع الاول احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. طبعا هنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه في عدد من المناطق لغايه منطقه وسط البلد. هناخد طريق شارع الجيش وهنلاحظ هناك ان في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد، شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات، هنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر. هناك في بعض الكثافات المروريه المتقطعه اللي ممتده لحد الشوارع المؤديه للشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه واصله ممتده لحد مسجد النور في العباسيه. هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه في اتجاه مناطق وسط البلد، كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر. اما بالنسبه لنفق الازهر فبيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الاوبرا والعكس. هنروح بقى حلوان وهنبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، وهناك هنلاقي كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش واصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. وهنستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وفي سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل لغاية شارع التحرير هنلاقي ان في كثافات مرورية نسبية، ايضا كثافات اخرى ظهرت اعلى كوبري الجامعة. ولو رحنا المحور صفت فهنلاقي كثافة مرورية بتزيد قبل اشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت كمان تظهر فيه بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. القادم من أكتوبر في اتجاه الطريق الدائري مازال الطريق مغلق، والاتجاه إجباري إلى محور 26 يوليو من خلال نفق حازم حسن. في الإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة الطريق إطلاقا. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، وهنلاقي كمان أن في سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية.
هنروح بقى لمحافظة سوهاج، وهناك هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان شوية هنشوف ان طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في هناك سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية اعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في بعض الكثافات النسبية. في كمان كثافة نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة.